طيب النهارده ان شاء الله المحاضره، يعني يا رب يا رب يقدرني كده وتبقى المحاضره الاخيره في الموديلنج. بس يعني برضو هعيد واكرر تاني، الموديلنج مش هتبقى محترف بيه بالمحاضرات بتاعتي. الموديلنج مش هتحترف بيه غير لما تقعد تعمل توتوريالز كتير ورا بعض في كذا مجال، حاجات اركيتكتشر، حاجات مثلا انتيريور ديزاين اللي هو الفرنتشر والحاجات دي، حاجات موديل لماشينز بقى، وحاجات مكن بقى، وحاجات كده، حاجات مثلا لحاجه محدده. يعني مثلا في توتوريال تبقى تصميم حاجه على بعضيها، في توتوريال تبقى تصميم حاجه محدده، مثلا حركه. طبعا سيبنا من الحركه دلوقتي، انا بس بقول لكم الحركات دي هتيجي بعدين. مثلا حركه شرب بيطير في الهواء، مش عارفه ميه بتتهز من الريح، حاجات، في حاجات بتبقى توتوريالز محدده جدا يعني. فعلى قد ما نقدر لازم نقعد نعمل في توتوريالز. وانا يعني كنت يعني قايله لكم مثلا، انا اتبعت لي طبعا حاجات كتير من شغلكم سواء على الميل او الناس نزلتها على المنتدى، الحمد لله ربنا شفاه المنتدى واشتغل تاني. الناس عامله شغل كويس قوي، مجرد الماتيريالز هتبقى حاجه تانية. انا عايزه اوريكم هنا، انا بس كل الناس اللي عملت الشغل الكنب والانتريه والحاجات دي، تفتكر هي عملته ازاي؟ وهوريكم دلوقتي صوره قد كده، يعني الاطقم اللي موجوده فيها مش فارقه خالص عن اللي انتوا عاملينه، الفرق بس ان هي اتكسرت بماتيريال وتحط لها اضاءه كويسه وتعمل لها رندر كويس. فعشان تتخيلوا ان انتوا شغلكم يمكن يبدو دلوقتي لسه بسيط، بس هو يعني في الواقع مش كده. انا دلوقتي هعمل شير للسكرين بتاعتي و هوريكم انتيريور كده حلو جدا. بس انتوا لو بصيتوا لتفاصيله قد كده هتلاقوه يعني ما هوش الموديلنج بتاعه، ما هوش حاجه واو جدا يعني، ما هيش حاجه معقده ومكلكعه وحاجات بقى دقيقه دقه رهيبه يعني. هو very very low polygon يعني. انتوا لما ان شاء الله تشتغلوا هتلاقوا في ناس بتطلب حاجات low polygon، بتبقى يعني عدد البوليجنز اللي فيها مش كبيره علشان تبقى خفيفه. فهي انا هوريكم دلوقتي الاول، انتوا شايفين الشاشه بتاعتي؟ الشاشه بتاعتي كده متشافه؟ طيب الحمد لله. طيب دلوقتي انا هوريكم الفايل ده. الفايل ده بمنتهى البساطه، يعني انتوا لو شايفين هنا الطقم بتاع الكنبه دي والكنبه دي، ده ما فيهوش اي حاجه خالص، ده مجرد تشامفر بوكس، ما فيهوش اي لعب ولا اي حاجه خالص. حتى الكوشنز اللي محطوطه دي يعني معمول لها بس شويه انبعاج بسيط، الموضوع ما فيهوش اي شغل تقيل خالص. حتى شغل الكراسي اللي هناك دي برضو معموله بطريقه سهله، بس في السلم، سلم عادي جدا خالص، هو عاطيله بس الجوانب ازاز. السلم دوت برضو ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي كلكعه خالص. حتى التحف الصغنطوطه دي حاجات صغيره معمول لها ليس، يعني مش قصه خالص. هي كل الموضوع ان هو اتكسى بماتيريال كويسه، اتحط له اضاءه بمنتهى الاحتراف، ظبط الاضاءه الخارجيه مع الاضاءه الداخليه، وعمل ريندر ممتاز جدا. فطلعت النتيجه اللي هي تحسه كانها مشهد طبيعي، كانه متصور مش كانه موديل. بس لما تبصوا هتلاقوا ان المودلز نفسها حاجه بسيطه جدا، مش فعلا ما فيهاش لعب، ما مش حاجات بقى زي بقى اللي بيصمم لك عربيه واللي بيصمم لك مش عارفه موتوسيكل وحاجات كده، لا المواضيع ابسط من كده بكتير. فانت ممكن قد كده تعمل موديل بسيط، بس بقى ان شاء الله اما نتعلم بقى التكنيكاليتي بتاعت الماتيريال والاضاءه والرندر والكلام ده، ان شاء الله الشغل هيطلع كويس قوي. تمام كده؟ الصوره مش واضحه.
الصورة مش، طب انا هنزل لكم عموما، هنزل لكم الفايل دوت على المنتدى، يعني كل الناس الصورة بالنسبة لها مش واضحة. الالوان فيها مشكلة. عموما هو دوت فايل PDF، الفايل دوت انا ممكن احطه على المنتدى، اي حد ممكن يشوفه. هتلاقوا يعني هتبداوا تشوفوا الدنيا واضحه جدا. ما هو الالوان من الشير يعني، للاسف في مشكله ملهاش حد، حتى يعني يمكن انتوا الاول شفتوا المحاضره اللي فاتت، هي نزلت على اليوتيوب ومش عارفه نزلت في المنتدى ولا لا. الناس شافتها يعني، محاضرة حوالي 29 دقيقة يعني، مش نزلت على اليوتيوب. أيوة الناس شافتها، وأنا شفت تقريبا حوالي 50 أو حاجة و50 شايفينها. انتوا منهم بقى ولا دول ناس تانية؟ مين شاف المحاضرة من الناس اللي حاضرين؟ مريم وأحمد الشريف. طب ده تقريبا معظمنا شفناها. نهى. طيب خلاص، شوية مش كبيرة عموما يعني. تمام. انا عاملة على فكرة في شورت لينك، هي في تشانل شانل لل 3 ماكس، انا عاملة لها شورت لينك، هبقى احطها كده. طيب عايزين نكمل شغل بقى النهارده. عايزين نعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان عايز اقفل الحاجات اللي ملهاش لازمه. الحاجه الاولانيه عايزين ناخد موضوع القماش. والحاجه الثانيه عايزين اديكوا كده هنتات صغيره على الحاجات الكومبوننتس اللي ممكن تبقى موجوده في الليفنج روم اللي احنا بنعملها، ازاي مثلا الباب، الشباك، الستاره اللي على الشباك، الترابيزه مثلا، اباجوره او فاز على الترابيزه، شويه حاجات. انا عجبني السجاد على فكره جدا، كلكم عاملين سجاد رائع يعني، صراحه استخدامكم للهير اند فير حلو قوي يعني، عجبني ما شاء الله. الناس اللي عملت شغل شغلها فعلا ممتاز ما شاء الله تبارك الله. طيب نبدأ بقى نشغل ال 3D Max ونشوف النهارده ان شاء الله هنعمل ايه. تمام كده، هنقفل ده ونفتح هنا ال 3D Max. واضح دلوقتي؟ عشان انا هكبره وهقفل الشات. الو. طيب خلاص انا هقفل الشات بقى عشان نبدا نركز في الشاشه. تمام اوكي. طيب دلوقتي احنا عندنا موضوع الملابس ده او اي حاجه عباره عن قماش، بستخدم اتنين موديفايرز مرتبطين ببعض. طبعا في ناس تانية بتشتغل بتكنيكس تانية، بس هو ده التكنيك. قد كده بيديني تحكم، قد كده بيديني هو في شوية تعقيدات شوية، بس عايزين نركز مع بعض عشان نحاول نحفظهم. بس في الآخر النتيجة بتبقى مرضية جدا. مثلا احنا دلوقتي القماش في أكتر من استخدام. الاستخدام الاولاني بيبقى استخدام بسيط، بتبقى حاجه زي مثلا مفرش على ترابيزه، ملايه على سرير، اشارب طاير، حاجات كده. وفي استخدامات تانية اكثر تعقيدا اللي هي هدوم على كاركتر، يعني بلوزه مثلا، بنطلون، جوب، حاجه ملبوسه. القسم الاول اللي هو الحاجات البسيطه دي بتبقى مجرد انت بتتخيل كده، تشوف المفرش عامل ازاي، مثلا مربع او مدور، ملايه السرير بتبقى مستطيله، بتبقى بالشكل ده وبس. وبتحط عليها الموديفايرز اللي احنا هنشرحها دلوقتي، والموضوع بيخلص وخلاص. في بقى
حاجات تانية بتبقى لا، بيبقى الموضوع فيه خياطة وفيه قص، وانت بتتحول لترجي يعني، بتبقى يعني بقماش بيبقى له قصة وله خياطات في اتجاهات معينة وقوة للغرزة. فعلا احنا يعني انت فعلا بتخيط. فاحنا دلوقتي هنبدأ نتعرف على الطريقة البسيطة، وبعدين هنبدأ ندخل في الحاجات اللي اكثر، مش عايزة اقول تعقيدا، اللي تفاصيلها اكتر. خلاص، اول حاجة احنا هنا هنعمل مثلا احنا عايزين نعمل مفرش لترابيزة. انا هعمل اول الترابيزة بطريقة بسيطة جدا. هنعمل سلندر اهي، ليها ارتفاع بسيط، ازود بس السايز بتاعتها، خليها مثلا 32 اهي، تمام، عشان تبقى الجوانب بتاعتها ناعمة. وبعدين انا الترابيزة دي هجيبها في ال 0.0 بوينت عشان تبقى في النص، عشان اظبط بعد كده الرجل بتاعتها. هنعمل W، وهنعمل رايت كليك على السبينرز اللي تحت دي. وبعدين على فكره السبينرز اللي تحت دي، ما انا ممكن، مش عارفه اقول لكم الموضوع ده، انا ممكن لو عملت رايت كليك على ده نفسه يطلع لي السبينرز هنا برضه، رايت كليك على الايكون نفسه. خلاص، هطلعها لفوق شويه، وبعدين اعمل لها رجل واحده باربع، يعني هي الرجل تبقى خارج منها اربع رجلين. دي هتبقى بسيطه جدا. انا ابص كده، انا واقفه فين، انا احسن لي ان انا اشتغل في الفور فيوز. هعمل سلندر ثانيه، اهي تمام كده. و خليني ابص عليها كده. هنعمل لها، هنوصلها الاول عشان برضو هنعملها في ال 0.0، تمام، عشان تبقى في النص بالظبط. ده بيسهل لي حاجات كتير، بدل ما افضل انقل واعمل الاينمنت مش عارف ايه، فدي بتسهل لي الموضوع على طول. وبعدين هنا هي عندي كام سايد، اشوف افتح كده الموديفاير و موديفاي تانل، واشوف انا عندي كام سايد. عندي الهاي سيجمنت كفايه، وعندي السايد هنا 32، يعني رقم يقبل على الاربعه. يبقى احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا هنروح على أنا عايز أعمل هايد لدي عشان ما تلبخنيش، هايد سيلكشن، وهنروح هنا كده ونعمل هنا، هنعمل Alt W، نكبر شوية. عايزين نخرج أربع رجلين، إحنا بنقسم 32 على 4 فيها الـ8، يبقى أنا عايزة كل 8 يعني آخد أطلع منهم وحدتين. يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل select، الاول هعمل convert to editable poly، okay. وبعدين هبدأ اخد افتح هنا والpolygon، وهبدأ اخد الاثنين دول و الف كده. لا، خليني ارجع تاني الفرونت، اخلي اني اخد كده، ادي كمان اثنين، اعمل كنترول طبعا، وخليني بقى اروح ل البرسبكتيف عشان اشوف انا عامله سيلكت صح ولا لسه في حته، لسه في حته. طبعا عشان اشوف بقيه البوليجونز بتاعتي لازم اعمل F4 وابدا ادور، وبالكنترول واعمل سلكت كمان، وهنا سلكت كمان، وهنا هاخد 1 2 3 4 5 6،
وهروح اعمل سيلكت على الاثنين دول، المفروض ان كده يبقى الدنيا عندي مظبوطه. يعني اقفل ناو اتش اوكي. طيب انا عايزه اعمل ايه بقى؟ انا هعمل اول حاجه هعمل اكسترود الاربع رجلين دول، تمام اوكي. وبعدين عايزه اعمل لا بلاش، خليني اعمل ايه. خليني امسك هنا، عايزه ال H دي ودي انزلها، امسك كل اتنين قصاد بعض. وهبدأ انزل لتحت شوية كده، تمام. وبعدين والله انا كان ممكن امسكهم كلهم مرة واحدة كده، تمام. و كده، وبعدين خليني اعمل كده عشان يبقى التحكم من النص، هنزل كده و هرجع لورا واعمل unhide all. اوكي خلاص. طبعا كانت محتاجة تطول شوية بس مبدئيا كده اتس اوكي وذ مي. خلاص انا بقى عايزة اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزة احط لها مفرش. احط لها مفرش ايه؟ احط لها مفرش مدور. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ الاول اروح في التوب فيو، خلاص التوب فيو اهو، واروح عامله هعمل ايه بقى؟ هعمل سيركل عاديه خالص، سيركل بالشيك. يعني انا مش هعمل حاجه 3 دي، انا هعمل حاجه 2 دي. دي اول نقطه، خلاص هعمل سيركل برضو هعملها كده، وبعدين برضو هنقلها واخليها على الصفار. دي كبيرة قوي، ممكن اخليها تبقى اصغر الفيديو بتاعها شوية، يعني كده كفاية عشان يبقى المفرش نازل على الجناب شوية. ممكن ممكن برضه نصغر الحق، تمام. وبعدين هروح بطلعها لفوق كده، خلاص. وبعدين اول حاجه بروح اعملها ايه بقى؟ بروح حط لها موديفاير اسمه garment maker. garment maker هننزل تحت وندور على الجي اهو، garment maker. اول ما عملت garment maker اتعمل لها الشبك ده، يعني اتملت بحاجه زي الشبك كده. اول حاجه احنا عندنا تحكم في مدى كثافة الشبك اللي اتعمل ده. يعني انا عايزة اوريكم هنا الت دبليو اعمل كده اهو، خلاص. كل لما كثافة الشبك تزيد، كل لما نعومة القماش وشكله الطبيعي بيبقى اكتر. بس طبعا ده في مقابل اللي انتوا عارفينه ان احنا بنبقى ابطا شويتين. بس اهو انا زودت كده الدنستي، فهتلاقوا ان البوليجونز الصغنطاطه دي، المثلثات الصغيره دي بتزيد. كل ما بزود كل ما بتزيد معايا، خلاص تمام اهو اوكي.
طيب في عندي الجارمنت ميكر ده فيه شوية حاجات تحت دي هنتكلم فيها كمان شوية. احنا دلوقتي بنتكلم في الطريقة البسيطة خالص. يبقى انا اول حاجة ان انا بعمل شكل 2D، بعدين بديله حاجة اسمها garment maker ده modifier عشان يحوله لحاجة زي القماش، وبعد كده بديله بقى modifier تاني اسمه close. close ده بقى مليان parameters ومليان حاجات يعني ممكن تلبخ فيها، بس احنا لو ركزنا ناخد بس الحاجات المهمة بالنسبة لنا. خلاص؟ يعني في اوبشنز كتير قوي. أول حاجة بنعملها إن احنا بنفهمه علاقة الحاجات دي ببعضها، علاقة الحاجات دي إيه؟ إن ده قماش وإن الترابيزة اللي تحته دي هي الجسم الصلب اللي القماش ده هيتحط عليه. فلازم نفهم الموديفاير الكلام ده، نفهم الكلام ده نفهمه الكلام ده منين؟ من أول باتن بيقابلنا اللي اسمه Object Properties. خلاص؟ هفتح Object Properties هلاقي ويندو كده تخض. لا هي ما تخضش ولا حاجة. احنا ببساطة هنفهم احنا عايزين منها ايه. اول حاجة بلاقيها هنا، بلاقي هنا هو الجزء ده بتاع الاوبجكت اللي بنحطها من نفسه كده، حط السيركل لان انا حطيت الكلوز موديفاير ده فوق السيركل. بس السيركل دي هو لسه مش فاهم السيركل دي تطلع ايه، تطلع جسم صلب، تطلع القماش، تطلع ايه بالظبط. فانا بفهمه اول حاجه ان الجسم ده اللي هو السيركل دي هي عباره عن كلوز، فلازم احدد له بالراديو بوتن ده اقول له ان هي كلوز مش ان اكتف. ان اكتف دي يعني مش بتعمل حاجه، لا هي كلوز. خلاص؟ طيب تاني حاجه بعملها ايه، وهي حاجه يعني اوبشنال بس انا بفضل استخدمها هنا، دي الخواص بتاعت تصرفات القماش. انا بقول لكم نصيحه لوجه الله، المنظر ده ما تتعاملوش معاه خالص، انتوا بمنتهى البساطه افتحوا البريسيتس. البريسيتس هنا هتلاقوا فيها نوعيات مختلفه من القماش ممكن تستخدمها. يعني مثلا عندك مثلا في هنا ساتان، في هنا بوليستر، في هنا سلك حرير، في هنا تفتاء، يعني في وول، في كوتن، في حتى رابر مطاط، في كشمير، يعني في نوعيات مختلفة من الأنسجة بتبقى ليها السيتنجز المتخزنة في الـ 3D Max هنا. أنا يعني ليه اتعب نفسي واخترع بقى وانا اجيب حاجات الا اذا كان بقى في دماغي حاجه معينه، يعني مثلا التكنيك بتاعها كبير شويه مش عارف ايه. فانا هنا هوت اول حاجه بختار، مثلا انا هختار ان هو يبقى مفرش ستان. خلاص؟ بلاقي على طول راح حاطط لي القيم بتاعه الستان. هل انا خلصت كده؟ لا طبعا ما خلصتش. ليه؟ لان انا لازم افهمه ان المفرش الستان ده هيتحط على الجسم الفلاني. الجسم الفلاني اللي هو ايه؟ اللي هو السلندر الاولانيه اللي انا عملتها بتاعه قاعده الترابيز. بقول له الكلام ده منين؟ بقول له اد اوبجكت، افتح على اد اوبجكت هيروح جايب لي لسه فيها الحاجات اللي عندي. انا اختار ايه؟ اختار سلندر 1 لان هي دي اللي انا عملتها في الاول بتاعه قاعده الترابيزه، يعني المكان اللي هو الكبير بتاع الترابيزه. خلاص؟ واقول له اد. طيب انا حطيت السلندر دي، لازم اقول له تحت هنا ان هو ده الكولاجين اوبجكت اللي هو الجسم اللي انت هتتحط عليه، الجسم اللي هتخبط فيه. فهو لازم اعمل له الريدي بوتن في الحته دي على كولاجين اوبجكت. يبقى هو فهم دلوقتي ان في عندي السلندر سوري القماشه اللي هي نوعها ستان هتترمي على الجسم اللي هو السلندر اللي هو سطح الترابيزه اللي هو دوت الكولاجين اوبجكت، واقول له اوكي. خلاص؟ طيب انا عايزه اوريكم حاجه بقى هنا لطيفه جدا. انا هنا حطيت الكلوز موديفاير على
السيركل بس. طب بصوا كده، انا دلوقتي هعمل سيلكت على السلندر بتاع سطح الترابيزه، هلاقي من نفسه حاطط لها كلوز موديفاير، وهلاقيه بالمايل. بالمايل يعني ايه؟ يعني في علاقه تربطه بالكلوز موديفاير اللي محطوط على القماشه نفسها. خلاص. طيب انا عايزه بقى دلوقتي، انا هعمل دلوقتي S4 علشان ما اشوفش بقى الحاجات البوليجنز بتاعتي، وهعمل له حاجه اسمها سيميوليت. في انا عندي ثلاث زراير هنا للسيميوليشن. سيميوليشن هنا يعني بقى ايه؟ اعمل لي نفسك قماش بقى، يعني انت دلوقتي خدت الموديفايرز، وريني بقى هتبقى ايه؟ هتبقى قماش ازاي؟ فعندي هنا ثلاثه سيميوليت. انا ببدا باللي هي الدمبت، دي بتديني تاثير سريع، يعني اسرع حاجه في ان انا اشوف الايفكت بتاعها. فانا هعمل دلوقتي الدمبت، فهبدا الاقي الموضوع بينزل اهو. انا ساكته عشان خايفه الصوت يقطع. تمام كده، انا وقفت اهو السيميليشن دلوقتي، ودلوقتي يعني انتوا اللي شايفينه اهو بقى بالظبط مفرش ومحطوط على ترابيزه بالمنظر ده. تمام كده. المفرش ده بقى ممكن طبعا يتاثر بقى بريح، يتاثر ب حتى بدرجه ميل السطح الترابيزه، يعني لو ميلت سطح الترابيزه هيتصرف كانه مفرش فعلا وهيتزحلق من على الترابيزه. فده دلوقتي الشكل بتاع الترابيزه بتاعتي. تمام، واضح لغايه كده قبل ما نكمل. مفهوم؟ طيب كويس جدا. طيب دلوقتي تخيلوا مثلا تخيلوا مثلا احنا ثواني يا جماعه. ايوه تخيلوا دلوقتي احنا عايزين نعمل حاجه مثلا زي ايه؟ زي الاشارب مثلا. هنعمل دلوقتي خليني اقفل ده دلوقتي واكبر الشاشه. خليني اشيل الكلام ده كله، كنترول اي وديليت، وبعدين هعمل زد وهروح حاطه فير. اوكي، وبعدين هروح عامله المره دي بقى هعمل جارمنت عباره عن ريكتانجل. خليني اروح بقى ايه للتوب فيو، هعمل ريكتانجل في الحته دي اهو مثلا. خلاص اوكي اهو،
وهرفعه لفوق شوية خلاص، وهحط له برضو garment maker، هعمل في الجي ادي garment maker خلاص. يعني ده نفسين يمكن ده سنة خلاص. وبعد كده هنحط له close modifier وهنقول له properties، هنخلي هنخلي هنقول له rectangle ده close، وهنقول له هنختار sorry rectangle ده لازم نوقف عليه طبعا عشان يفهم، لازم يعني اعمل كليك عليه وبعدين اكتب يعني احدد ان هو close، وبعدين هنخليه سلك، هنخليه حرير خلاص. وبعدين هنروح حاطين السفير دي على انها الكوليجن اوبجكت بتاعي اهو، كوليجن اوبجكت، وهقول له اوكي خلاص. وهبدا اعمل برضو سيميوليت لوكال، اهو وهتبدا تنزل، وهوقف هنا قبل ما تتزحلق. هوقف هنا، انا بوقف هنا ليه؟ علشان عايزه افهمه ما تتزحلقش من على الحته اللي انت فيها. فمعنى كده ايه؟ ان انا لازم اعمل له نوع من التثبيت. التثبيت دوت يعني بقول له اثبت لي في حته معينه امسك فيها كانك لازق فيها، وخلي بقيه القماش يتصرف بشكل طبيعي. فانا بعمل ايه؟ بفتح هنا وبعمل حاجة اسمها جروب، بعمل جروب او بعمل كلمة جروب، بلاقي ان النقط الزرقاء دي ظهرت لي اللي هو الفيرتكس بتاعتي خلاص. بروح هنا هتعمل الت دبليو، بروح هاخد ايه، هاخد لي شوية كده من اللي لازقين في بعض اللي يعني اللي هم اللي ملتصقين بسطح الكورة مثلا. ايه هعمل سيلكت على كام واحدة كده هنا كده كده مثلا، ودي اهو بحط شويه كده من اللي هم إيه انا شايفاهم يعني ده لسه ما لزقوش. طيب يبقى انا لازم استنى شويه لغايه يعني والله هو كده ايه. طيب خليني بلاش اعمل جروب دلوقتي، خليني اكمل اكمل الاول شويه سيميليشن حبه كده لغايه اما احس ان هما خلاص لزقوا في بعض. هو يعتبر نفسه لزق فيه اهو. يبقى انا هاخد الحته دي اعمل جروب، وهاخد خليني هنا اخد المدور ده كده السليكشن المدور، وهحاول ازود شويه خلاص، واقول له ميك جروب خلاص. وبعد كده هقول له الجروب دي هتتركز فيها شويه، انا عملت جروب اهي، هقول له اعمل لي سيرفس. فالسيرفس هي اول ما بعمل كليك على سيرفس هي هيبقى عندي دلوقتي ايه، اول ما هقرب على الكوره شكل الماوس هيتغير، كان سهم وبقى ايه علامه الزائد دي، فهعمل كليك. فعمل لي هنا اهو، كتب هنا اهو جروب 001 سيرفس تو سفير. يعني انا فهمته دلوقتي ان الحبه دول من القماشه لازقين في الكوره ما يتحركوش. فلما هعمل بقى هروح تاني فوق كده وهكمل السيميوليشن. هنبص بقى دلوقتي انا هعمل جي علشان اخبي الجريد بتاعتي، وهبعد شويه كده عشان اشوف المنظر اهو. هتبدا القماشه تاخد بقى شكل كانها قماشه فعلا مرميه، بس مش هتتزحلق من على الكوره لان انا ثبتها زي ما اكون حطيت لها الدبابيس او يعني شويه صمغ لزقتها من حته، فمش هتتزحلق من على الجسم اللي انا حط عليه القماش. انا الحته دي يهمني ان انتوا تكونوا ركزتوا فيها موضوع الجروب، لان احنا الجروب ده هنستخدمه في كذا حاجه، هنستخدمه في الستاير، هنستخدمه لما نكون بنعمل حاجه مثلا زي جيبه مثلا او كده،
فالموضوع الجروب ده محتاج تركيز شوية. اقفل علينا كده السيميليشن وارجع تاني اصغر واقول لكم ايه الاخبار. في اي حد عايز يسأل في حاجة موضوع الجروب ده؟ في حد بيكتب حاجة؟ لو ما كناش كانت هتقع من على اه كانت هتتزحلق، كانت هتتزحلق. اخر جزء تاني اللي هو جزء الجروب. ياسر جزء الجروب ولا ايه؟ طيب من تاني الموضوع ببساطة يا جماعة. دلوقتي انا لما بفتح الكلوز موديفاير بلاقي تحتيه شوية حاجات. اول حاجة منهم اللي هي الجروب. اول ما بعمل كليك على كلمة جروب بلاقي ان النقط الزرقاء بتاعتي دي كلها ظهرت، الفيرتكس بتاعتي كلها ظهرت. فانا بروح مختارة حتة معينة، هي حتى هي لونها لسه احمر اهو، حتة معينة اللي هي لزقت في او يعني التصقت بالجسم الصلب اللي انا برمي عليه حتة القماش. هعمل له سيلكت عادي باي سيلكشن تول عندي اهو كده خلاص، واروح قايله له ميك جروب اهو، يعني هي دي اللي موجوده اكتف معايا ميك جروب. بعمل ميك جروب وبديها اسم، هيظهرني كده وهيديني اسم خلاص. اول ما بعمل ان هي اسمها جروب بتنور لي بقى ايه الدنيا اللي كانت دمد معايا ومش اكتف، الدنيا نورت كلها اهي. فاروح مختاره منها حاجه اسمها سيرفس اهي. اول ما بختار كلمه سيرفس بلاقي ان السهم بتاعي لو رحت على الدايره اتحول بقى له شكل تاني، الشكل دوت يدلني على انها دلوقتي ممكن اعملها بيك، يعني ممكن اعمل او ممكن اعملها كليك. فوانس ان انا عملت عليها كليك هيقول لي ايه او هيفهم هو ايه، ان الكوره دي الزق لي شويه الجروب اللي انا عملتهم في الكوره، عشان لما الكوره دي تتحرك او لما الجسم ده يقع من عليها ما تتزحلقش. ومش كده وبس، ده انا ممكن كمان بقى احرك الكوره، يعني انا دلوقتي الكوره هعمل لها سيلكت دلوقتي وهحركها كده اهي، دلوقتي كده اتحركت ايه؟ اتحركت من غيرها. فانا دلوقتي بقى انا عايزه اعمل خلينا نعمل كنترول زد و هنعمل اقول لكم بقى احنا هنعمل اريز ل لا بلاش اريز للسيميليشن، انا عايزه احركها كده وهعمل سيميوليت. سيميوليت بقى ايه؟ احنا كده هنقعد 10 سنين. لا طب نجرب شفتوا بقى يا جماعة ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا لما حركتها وعملت لوكال لوكال سيميليشن راح الدنيا كلها باظت. ليه بقى؟ حد يقدر يقول لي انا ليه الدنيا باظت عندي؟ ممكن طبعا نطبقها على فرش السرير، ممكن نعملها طبعا ممكن، يعني حد ممكن يقول لي ليه الدنيا باظت هنا اول ما حركت الكوره وعملت سيميوليت تاني فراح مبوظ لي الدنيا ليه؟ ماشي احنا حركنا الكرة، طب نتج ايه اللي ثابت؟ حد يشرح لي بطريقة اوضح. بص يا جماعة الموضوع ببساطة، دلوقتي انا اللوكال سيميليشن دوت بيعمل لي ايوه بالظبط كده،
بالظبط كده. اللوكال سيميليشن دوت، انا لما اكون عايزه اعمل بقى السيميليت المظبوط بعمل سيميليت اللي هي بالزرار اللي تحت ده. انما السيميليت لوكال او سيميليت لوكال ودامبد دوت بيديني زي ايه، زي موك اب كده، زي تجربه للسيميليشن. انا لو عايزه اعمل سيميليشن بجد بعمل بالزرار بتاع السيميليت ده. طب انا دلوقتي كنت حاطه لازقه شويه فيرتكس من البتاع بتاعي ده، الشارب بتاعي في الكوره، وبعدين حركت الكوره بعيد، ف جيت اعمل له سيميليت دامب تاني فلقيته بالمنظر ده، لان هو راح مكمل على السيميليشن اللي كانت موجوده وخلى الفيرتكس بس اللي ملتصقه بالكوره هي اللي تتحرك وتتسحب معاها، والتاني لسه في نفس مكانه، فالدنيا باظت. انا لو عايزه اعمل الموضوع ده يبقى انا بعمله، ممكن اعمل حتى انيميشن للكوره وبعمله بعد كده بسيميوليت بس، عشان سيميوليت بس بتبدا تعمل لي رندر فريم بفريم، بيعتبر ان في مش بس انت بتدي موضوع القماش بس للجسم اللي انت حاطه، لا ده انت بيسمح لك ان انت حتى تعمل انيميشن، فبيرندر لك فريم بفريم، والدنيا بتاخد شويه وقت مش قليل يعني. خلاص دي بالنسبه لقصه الجروب، مفهومه؟ طيب حلو جدا، لغايه هنا مفهوم، لان احنا دلوقتي هندخل في حاجه أصعب شوية أو يعني تفاصيلها أكتر شوية. طيب نكمل حلو جدا. طب هنقفل الشات ونكمل مع بعض. طب دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نبدأ نفصل بقى، هنعمل كذا حاجة. الأول هنعمل جي عشان نشوف الجاد، وهنعمله فين؟ Alt W. في شوية رولز كده عايزين نحفظها، قصة الإيه؟ الكلوزنج لما ندخل بقى في موضوع الهدوم. أول حاجة كل قطع القماش اللي أنت هتعملها، مثلا لو أنت بتعمل مثلا تي شيرت، مثلا هتعمل وش تي شيرت وظهره وكمامه، وتعمل مثلا بنطلون، مثلا هتعمل الرجل اليمين والرجل الشمال، والكمر اللي هو بتحط فيه الحزام، كل القطع اللي انت هتعملها لازم تتعمل كلها في مستوى واحد. يعني هتعملها في الفرونت فيو يبقى كله يتعمل في الفرونت فيو، هتعملها في التوب فيو يبقى كله يتعمل في التوب فيو، تختار لك فيو بورت تشتغل فيه وما تشتغلش في غيره. دي ايه؟ دي اول حاجه، كانك بالظبط الراجل الخياط او الترزي بيفصل على ترابيزه واحده. دي نمبر 1. خلاص؟ طيب نمبر 2، لازم يبقى كل انت مثلا بتعمل تي شيرت، التي شيرت معمول من وش وظهر وكمام. الوش والظهر والكمام كلهم هيبقوا في اوبجكت واحد، يعني هتعمل واحده وتعمل اتاتش للباقيين، يبقى كلهم ملمومين في اوبجكت واحد عشان ينفعوا يتخيطوا في بعض. تمام كده؟ تمام. حاجه كمان هنلاقي حاجه اسمها قوه الخياطه. قوه الخياطه لازم تتناسب مع بعد القطع مع بعضيها، وبعدين القطعه الواحده لازم تكون القطع باصه يعني مش الهدوم ليها وش من ظهر ومقلوب ومعدول، لازم تبقى كلها المعدول بتاعها لبره. انت بتتعامل، انت جايب قماش وبتقطقطه وبتفصله، يعني هو ده هيسهل لك الدنيا. تمام؟ يعني انا عايزه حتى افتح لكم الهيلت على الجارمنت، اكتب هنا اخبار الاندكس،
اهو اهو دوت الجارمنت ميكر. خلاص الموديفاير ده يا جماعه يعني بجد اتمنى ان انتوا تحاولوا تقروه، يعني تقروا الهيلب بتاعته. خلاص اهو. طيب دلوقتي مثلا انت اولا بيشرح لك هنا ان انت بتبدا بشكل 2D شيب اهو عادي، وبعدين بتحط زي ما عملنا بالظبط، وبعدين بنحط بنعمل عليه الجارمنت ميكر، فبيبدا يبدا يديني النسيج بتاع القماش. وبعد كده اما بتيجي بقى تفصل، هنتكلم في الخط الاحمر ده اللي هو خط السين ده، هنيجي هنتكلم عليه بالتفصيل. مثلا هنا مثلا الجزء ده الحتت دي اي حد بيخيط يعرفها، دي اسمها بنس، البنس اللي هي بتخلي الحاجه مجسمه واخده شكل الجسم. احنا جسمنا ما هوش بوكس، ما هوش مربع او مستطيل، لا جسمنا واخد في حتت ارفع من حتت، فعلشان يبقى اللبس نازل مظبوط على الجسم بيبقى في حاجه اسمها بنس، دي بتخيط في بعض فبتدي شكل الجسم. حاجه مثلا زي مثلا الكمام، الكمام ليها قصه معينه. حاجه مثلا زي هنا مثلا، يعني مثلا هنا ده بيعمل قميص، قميص اهو، او يعني مش قميص كمان، ده بلوزه غالبا حريمي يعني. عندك ده الظهر اهو، لا ده الظهر وده الفتح، الظهر اهو، ودي حده الكم اهي، ودي الكم دوت عشان يركب على ده الكم نفسه على الكم ده، وبعدين دي الاسوره بتاعه الكم، الاسوره اللي هي اللي بقى فيها الزرار، تمام. وهنا الياقه بالظبط، الخياط بيقص كده، الخياط بتاعنا بيقص كده اهو بالظبط كده اهو، تمام اهو. يعني شوفوا لو انتوا برضو واخدين بالكم بفصلهم كلهم على على مستوى واحد. اوكي الاول الناس شايفاني ولا ايه؟ الناس متابعه معايا ولا ايه الاخبار؟ الناس متابعه معايا؟ شايفين الهيلث معايا؟ طيب الحمد لله. طيب معلش خلاص اهو كله معمول على مستوى واحد. بعد كده بنبدا بقى ايه ندورهم، وكلهم كمان ايه شايفين لو هنا في مربعات بيضاء كلها جسم واحد، طالما كلها معموله في براكت واحده يبقى دي كل القطع دي كلها في جسم واحد. خلاص وبعدين نبدا بقى ايه يحط الحاجه حته حته على الجسم. وعلى فكره يا جماعه في حاجه مهمه جدا، لو انت تشتغل في الكاركتر، اي كاركتر بيتعمل لها موديلنج بتبقى لازم تعمل لها موديلنج في الوضع ده. الوضع ده اللي اسمه ايه؟ حد يعرف الوضع ده اسمه ايه؟ اللي هو الايدين والرجلين المفتوحه، حد يعرف الوضع ده اسمه ايه؟ له اسم شهير جدا. انا بسال لا لا هو وضع باسم حد مشهور. الوضع اللي هو حد، ايوه دافنشي بالظبط كده، اسمه دافنشي بوزيشن بالظبط كده، لان في رسمه شهيره ليوناردو دافنشي اللي هو رسمه الانسان اللي فاتح ايديه ورجليه، حاط ايديه جنبه وفاتح رجليه وحواليه دايره وبيعمل بيها دايره كامله. الوضع دوت هو لا ده غير دافنشي كود، الروايه بتاعت دان براون. لا دي غير دافنشي كود خالص، انا فاكر بقرا له روايه ثانيه له من دول اسمها ملائكه وشياطين، برضو حاجه جامده جدا يعني. anyway ده الوضع ده هو، لو انت هتعمل موديل لكاركتر هتعملها في الوضع ده. لو انت هتعمل هدوم للكاركتر هتعملها والكاركتر في الوضع ده.
فالوضع دوت من الاساسيات. لو انا عن نفسي مش بشتغل موديلنج كاركتر، بس يعني دي الناس اللي هتشتغل في الكاركتر دي من الاساسيات اللي بنتعلمها في موضوع الكاركتر موديلنج. تمام كده؟ طيب خلونا نكمل. لازم نكون فاهمين هندسة وصفية. لا انت كده هتعقدهم، هندسة وصفية كده دخلنا في هندسة وصفية كده انت هتعقدهم. يعني هو طبعا اللي هيعمل اي حد فينا يا جماعة ناوي يشتغل كاركترز لازم نسب الجسم تبقى مدروسة. بس عادة يعني مش كل الكاركترز اللي هي بتتعمل 3 دي بتبقى بالنسبة الطبيعية بتاعت البني ادمين، لان في كاركترز مثلا انت بتعمل مثلا جوبلين، مثلا جوبلين اللي هو ايه الجوبلين بالعربي يا جماعة؟ اللي هم زي الشخصيات اللي في اللي هي مثل عفاريت ايه حد يساعدني. طيب اللي هي في جنيات لا مش جوست، لا لا اللي هي زي مثلا حاجات في ذا لورد اوف كينجز مثلا، اللي في اسمه ايه ده بتاع فهمتوني يعني، اللي بيلبسوا ماسكات حاجات كده يعني. الحاجات دي او اللي في هاري بوتر والحاجات دي، اللي هي الشخصيات اللي حاجه زي كده، حاجه زي كده يعني، جنيات والحاجات دي بتبقى نسب اجسامها مش المسوخ والحاجات دي يعني، دي مش بتبقى نسب زي مثلا في حاجات في حاجات والت ديزني والحاجات دي زي شريك مثلا. ايوه شريك بالظبط، مريم قالتها في نفس الوقت، زي شريك بيبقى ليهم نسب اجسام مختلفه شويه. ف كده كده اي كاركتر بتتعمل لازم تكون اخيرا الحمد لله فلازم تكون الكاركتر دي معمول لها رسم كويس عشان تبقى معروف هتتعمل ازاي. نكمل بقى، نقفل الشات بقى ونرجع نكمل تاني. فهو هنا هيبدا ياخد، زي ما انتم شايفين كده هياخد الجزء اللي قدام وهيحطه قدام اهو، وبعدين هيحط الكمام اهو في المكان ده، وبعدين الظهر من ورا، ويبدا بعد كده يخيطهم في بعض. الخياطه دي ليها قصه هنتكلم فيها دلوقتي على طول ان شاء الله. خلاص ده بالنسبه يعني، انا اتمنى بجد بليز يا جماعه ان انتم تحاولوا تفتحوا الهيلب بتاع الجارمنت ميكر موديفاير، فعلا فعلا هتوضح لكم الفكره جدا جدا. وبعدين احنا اتفقنا ان الانجليش بتاع السيني ماكس سو سيمبل، فانت ممكن تقراه وتفهمه من غير اي مشاكل خالص. حتى لو حد مش حتى لو اخواتنا مثلا اللي في المغرب العربي اللي هم اغلب اللغه الثانيه بتاعتهم فرنساوي، ف ما افتكرش ان هو ده هيبقى بالنسبه لهم مشكله يعني. اوكي نكمل نكمل تمام. طيب احنا دلوقتي هنعمل حاجتين. اول التيشيرت سهل يا عشان البادي يتحرك، قلت لي ترمي في الفراغ فهينزل يفضل نازل فوريفر، مش هيقف في حته، لان مفيش جسم صلب يصده او يتعلق عليه او يخبط فيه فيستقر. يعني هي دي موضوع الكلوز بقى، ان انا لازم يا اما يبقى في جسم صلب القماشه بتاعتي تقع عليها
او جسم صلب القماشه بتاعتي تتعلق منها. يعني هي دي لازم. تمام كده؟ الا اذا كنت طبعا بعمل حاجه مثلا طايره في الهواء يعني. خلاص؟ نبدا بقى دلوقتي ان احنا هنعمل تي شيرت. هنروح في الفرونت فيو. اوكي؟ و هنروح هنعمل ايه بقى؟ احنا هنعمل يا ريت نركز عشان شويه تريكس كده لازم لازم نعرفها يعني. هعمل كده. اوكي؟ وبعدين هبدا اعمل له ده ريكتانجل عادي خالص. وبعدين هبدا اخليه اديتبل سبلاين علشان انا عايزه اعمل له ايه بقى؟ عايزه انزل تحت هنا و الفيرتكس دي عايزه اعمل له ايه هنا؟ نفتكر كده. بسم الله. لا مش عايزة اعمل له انسيرت. انا عايزة فين فين اللي انا بدور عليه؟ لا مش واحد اثنين طيب انا هعمل ابدا اعمل له انسيرت علشان احط نقط في مطرح ما انا هعوز اني اغير في يعني اعمل له حرده. خلاص هبدا اعمل له هنا واحده للكم. اهو طب انا هعمل له انسرت ليه هنا السن؟ مش هعمل له انسرت للفيرتكس هنا كده. اهي انا بحاول على قد ما اقدر اني اعمل يبقى شبه شوية الحقيقي. وهبدا بعد كده اخرج من الكلام ده وهتاخد دي شويه نجيبها كده حبه كده ودي برضو هجيبها كده شويه وبعدين دي هخليها بالدياج وهبدا اضبطها شوية كده. تمام؟ وبعدين انا هروح اخد دي برضه كده شوية. اهي. تمام كده؟ وبعدين هروح عاملة منها نسخة تانية علشان يبقى الناحية التانية. اروح اخدها كده واعمل شيفت وهعمل لها كوبي. فانا كده عندي منها نسختين. طبعا الدنيا هنا مش باينه لان اللون عجيب شويه فهختار لون تاني باين اكتر. مثلا خلينا نروح الاوتو كات كالرز ونختار اللون النبيتي ده مثلا اهو. اوكي خلاص
انا كده عندي الوش والظهر بتاع التيشيرت، ومحتاجه قبل ما ابدا اشتغل فيه ان انا اعمل جسم يترمى التيشيرت ده عليه. فانا هعمل بمنتهى البساطه، هعمل بوكس، حاول بس اظبطها كده اهو، وادي له شنط شويه. طبعا لازم اروح بقى في الاربع فيو بورت عشان اشوف انا عملت ايه بالظبط. هبدا بقى احرك كده شويه وهزود السيجمنت بتاعتي، هحط له هحط له اهو، هحط له سيجمنت في اعمل اف هنا، اعمل اف 4 عشان ابقى شايفه، احط له واحده ثانيه، وهنا برضو احط له واحده والثانيه، وهبدا اخرج منه راس ودراعات اهو كده. بس قبل ما ابدا اعمل منه اي حاجه لازم طبعا اعمل له convert to editable poly وافتح، وهقول له هعمل سيلكت على الايد، خلينا ويندو سيلكت كده، ايوه هطلع التول كده اهو عشان يبقى على قد الذراع تمام. وبعدين هخلي التول كده اخدهم اهو تمام. وبعدين هبدا اشتغل بقى تاني الف دبليو، وهروح للبرسبكتيف عشان ابدا اشوف الدنيا بقى ماشيه ازاي. هبدا البوليجن دي كيو علشان ارجع للسلكت تاني. هبدا اعمل لها اكسترود اهي تمام، والاثنين بوليجن دول برضو اعمل لهم اكسترود عشان يبقى يعني حاجه كده يعني مبدئيه كده، بس نمسك عليها التيشيرت، وعشان الدنيا ما تبقاش بوكسي قوي كده هنروح نعمل هنحط له تيربو سموز موديفاير. افتح كده وننزل تحت ونقول له تيربو سموز، ف يعني بدلنا الشكل العجيب ده شويه، نزود كده حبه ونعمل الت دبليو ونشوف الدنيا عامله معانا ايه. لا احنا عايزين في الفرونت فيو علشان نشوف. احنا كده بتهيألي محتاجين ان احنا نضغطه شويه بالعرض، يعني نخلي العرض بتاعه يقل حبه كده، ايوه كده شويه، عشان يبقى يدوبك خارج من ممكن بقى ننزله لتحت سنة صغيرة تقريبا كده كويس، كده سنة صغيرة قوي، يبقى كده بالظبط. ممكن يبقى هو ده الجسم اللي هنرمي عليه التيشيرت بتاعنا. طيب قبل ما نبدأ بقى نشتغل في التيشيرت لازم نعمل حاجتين. أول حاجة إن احنا نأتاتش الحتتين دول لبعض، يبقى احنا هنا هندور على اتاتش وهنروح عاملين سيلكت ده، فبقوا كده حاجة واحدة. تاني حاجة ان احنا لازم نمسك الاثنين دول ونعمل لهم حاجة اسمها بريك دي علشان الفيرتكس كده، ونعمل بريك ليه بريك؟ يعني انا دلوقتي لو مسكت بقى السيجمنت كده دي مثلا السيجمنت انا في الاتاتش النهار ابيض، ثواني بقى اعمل بريك تاني يا جماعه معلش، هنا كده في الفيرتكس واقول له بريك، المفروض ان كده اقول انا يعني كده كله وهقول له بريك خلاص. يبقى انا كده المفروض ان انا لو مسكت السيجمنت دي بقت لوحدها اهي متحركة لوحدها. طب انا ليه عملت بريك؟ اقول لكم ليه عملت بريك، عشان انا هحتاج ان انا اخيط حاجات في بعضها.
فعشان اقيد حاجات في بعضها لازم اقول له ان الحته دي بس اللي عايزه اعمل لها سيلكت من ده كله. خلاص الموضوع هنا مختلف عن موضوع السيجمنتس والفيرتكس، الموضوع هنا بطريقه ثانيه. خلاص طيب دلوقتي احنا يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا جزء وبعدين رجعنا عملنا في هنا حاجة غريبة على فكرة، في احتمال حاجة تبوظ مني لأن في هنا حاجة مش تمام. أنا عايزة أعمل هايد لده الأول، هايد هايد سيلكشن، في هنا فيرتكس مكانها مش مظبوط. أنا هعمل زوم الحتة دي هلاقي إن في حاجة غلط. دي ممكن تبهدل لي الدنيا دي. طيب أنا يبقى أنا عايزة select ال vertex دي، ال vertex دي ايه؟ corner، أعملها بزير corner علشان أقدر أظبط كده أهو أهو. يبقى كده يعني ظبط إلى حد ما. يعني احنا لازم نخلي بالنا لان احنا دلوقتي في الحاجات مفصولة عن بعضها. ممكن اعمل مثلا كده وبعدين هروح الناحية التانية اهي هلاقي فيها نفس المشكلة، برضو هخليها بزير كورنر وفصل فرنت عشان الدنيا ما تبص مني اهو كده اهو كده. دي هنعملها تقسيم دراج تاني بقى دلوقتي أنا في تو فيرتكس أصلا بس الهاندل الثانية في حتة يعني تقريبا لازقة فيها، فيعني التحكم فيها مش سهل خالص يعني. انا كنت في نقطة ثانية خالص. اهي ظبطت اهي الحمد لله. انا كده ممكن تبقى هنا، يمكن تبقى الدنيا معوجة شوية بس معلش مش مشكلة دي فيهم. هي دي النقطة هعملها برضو في الكورنر عشان اظبط شكلها اهي. بعدين هدي الثانية عليها. طيب اشوف الناحية الثانية ايه الاخبار كده. هنا دي مظبوطة، دي عايزة لسه تتصرف. طبعا ايه يعني كان ممكن الغلطة دي يعني الشرط انها تحصل، يعني ممكن ما تحصلش اصلا. انا يظهر ان انا ما عملتش الانسيرت بطريقة مظبوطة. انا هكذا واعملها بزير كورنر وابدا احرك كده علشان الدنيا تظبط. وانا كده ظبطت الفيرتسيز كلها اهي كده الحمد لله الدنيا معايا اتظبطت تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبدا
نجيب ال ال شوف بقى في ال في الفول فيوز علشان نبدأ نحط الجارمنت موديفاير اهو الجارمنت ميكر اهو سباين دونت فورم في لا الغلطة واضح ان احنا نضطر نعمله من تاني لان هو مش مقفول كويس معلش هنضطر اللخبطة دي هنضطرنا ان احنا نعمله من تاني حاضر حقك عليا حاضر هنشيله وهنعمل واحدة تانية هنعمل سبلاين من تاني علشان لازم يبقى مقفول لازم يبقى كل النقط بالظبط على بعضها يبقى احنا هنعمل واحد تاني بسرعة هنعمل ريكتانجل اهو تمام كده وهنعمل له compared to editable spline وبعدين هنبدأ نفتح هنا و طب احنا على فكرة انا ما خدتش بريك انا ممكن عشان هناخد بريك 5 دقايق ولا ايه رأيكم 5 دقايق عشان انطلقت ونسيت نفسي شباب التسجيل اوقف 5 دقايق ولا ايه طيب خلاص 5 دقايق بس عشان الناس تسيب الجزء الاولاني وانا قاعده يعني 5 دقايق بالظبط وهنرجع تاني اوكي يلا السلام عليكم مؤقتا الصوت واصل يا شباب طيب انا هديكم الاول اللينك بتاعت الشانل بتاعت الناس اللي عايزه تشوف المحاضرات اللينك بتاعت الشانل بتاعتنا على اليوتيوب ودي على فكره مش عارفه تعرفوا انتوا الطريقه دي ولا لا اللي هي تايني يو ار ال اللي هي تدخل يو ار ال طويله وكبيره وتاخد مثلا 3 4 سطور تحطها تديك تايني يو ار ال بالمنظر ده حد عارف الموضوع ده؟ يعني انا عايزه اوريكم اصلا اللينك في اليوتيوب حاجة بتاعت مثلا 3 سطور ولا حاجة طيب anyway محاضرة 29 اللي فاتت دي المحاضرة 30 هو مين جست 56 في ناس مغيرتش اساميها على فكرة 56 و82 و33 و37 مش تعرف تغير هو انا دلوقتي علشان عاملة السكرين شير بس عشان الشير شغال anyway طيب خلوني اكمل طب في الاخر اما اخلص انا كنت قافله دلوقتي بس مش مشكله اما اخلص الجزء ده خلينا نكمل دلوقتي معلش يا جماعه دلوقتي احنا انتوا شايفين ال 3 دي ماكس ولا ايه
طيب نكمل. طيب دلوقتي احنا عملنا المستطيل. الطريقه الاسهل بقى معلش اللي انا ايه دلوقتي، ان احنا بدل نعمل ديفايد كله احنا عايزين هنقسمه ثلاث نقط السيجمنت دي، والسيجمنت دي هنقسمها اثنين، و ديفايد برضو ممكن نقسمها واحده بس، دي هنخليها واحده ودي هنقفلها واحده ديفايد خلاص. وبعدين هنقول له فيرتكس، هناخد الاثنين دول هنرفعهم لفوق شويه، ان دول بتوع القمام. لا والله ده احنا عايزين كمان. طيب عايزين الاثنين دول بقى السيجمنت دي برضو نقسمها عشان يبقى القمة مدور شوية، ديفايد وده برضو ديفايد، وهنعمل من هنا ال vertex دي هنبدأ ننزلها لتحت شوية كده، وبعدين هنشد ال handles بتاعتها. انا عايزه اعمل لوكس الهاندلز، هي دي اصلا دي كورنر، لا انا عايزاها بزيار، و هنشد كده فالاتنين هيتشدوا مع بعض، دي برضو ودي، هنعمل كنترول ونلم الاتنين مع بعض وناخد ما بينهم كده اهو، هناخدهم كده مع بعض ندخلهم لجوه شويه، وبعدين هنحولهم برضو ل زير بوينت، وهنبدا نعمل عايزين نعمل لهم هاندل اتنين لوك هاندل من فوق هنا نقدر نتحكم فيهم اهو كده، وممكن يعني هنحركها كده شوية، ودي برضو نفس القصة هنحركها كده شوية، وبرضو دي الكورنر كويس هنحركها كده اهو كذلك. دي برضو هنحركها كده بعد كده هنعمل منه نسخة تانية، نعمل شيفت ودراج ونقول له اوكي، وبعدين هنروح يعني هنحط نغير اللون اللون بتاعهم سيلكت اصلا اهو اللون بتاعهم هنخلي لون غامق حبة عشان يبانوا، وبعدين فاضل ايه؟ فاضل ان احنا نعملهم حاجة واحدة attach اهو attach طلعوا كده حاجة واحدة، والحاجة الأخيرة إن أنا بمسكهم على بعض كده وأروح رايحة في ال vertex وأقول لهم break كده، هم جاهزين إن هم يتحط لهم ال garment modifier. هنزل للجي واحط garment modifier وهبدا ازود شويه، لا قال لي بقى في حاجه مفتوحه ولا حاجه مقفوله ولا قال لي اي حاجه خالص، هو راح عاملهم و ظبطهم مع بعض.
خلاص عندي اهو تمام كده. طيب دلوقتي احنا كل ده عاملين هايدنج لل للكاركتر اللي هيبقى عليها الكلوز دي. هنعمل unhide all ولا احنا شلناها؟ خلينا نبص كده. لا اهو. طب هو ليه مش باين؟ نعمل في التانية ولا ايه؟ واضح ان انا هنكت. جميل. الله يا كله سود. هفتح، انا هفتح ال 2010 ال 2016. واضح ان انا لازم هفتح 3 دي ماكس 2010 عشان مش بيضرب مني في القصص دي. اعمل له سيف على الديسكتوب واحاول افتحه من 2010. ابدا بس ايه يشتغل ايه. سمي كلوز وهقفل بقى الكلام ده. ماشي، هنصبروا معايا شوية يا شباب لغاية لما الدنيا تفتح. كان دي تقفل يعني حاجة عجيبة الشكل. طيب هو قفل كده. انا مش عارفه في ايه بيحصل يعني، مش عارفه حتى مش شايفين ايه دلوقتي. كده خلاص الحمد لله. طيب انا بس لما ال 2010 يفتح. يا مسح. مرتين كمان. طيب مش كده ان انا طيب انتوا دلوقتي شايفين ايه؟
سهر طيب الحمد لله، ربنا يسهل الدنيا تشتغل. مش نافع يفتح ال، معلش مضطر اعمل اللي انا عملته تاني. ما خلاص اتقفل. لا ما هو 2011 كان ممكن يضرب مني تاني، فانا هعمله بسرعة كده في الثانيتين من غير حتى ما ايه ما اتكلم يعني عشان اشتغل بسرعة اهو. حتى الايكونز مش باينة. خلاص كنترول سباين، بعدين هروح افهم سيجمنت ودي هعمل لها ديفايد. هقسمها لثلاثة وبعدين دي ودي هعملها ديفايد. لا هنا اتنين ديفايد وبعدين هروح جايبة دول كده ومحركاهم لفوق شوية دول الفيرتكس برضه حركهم لفوق حبة ودي هتبقى لتحت وأحولها لبزيار وأفتحها كده شوية بعدين الاثنين دول أحولهم لبزيار وأقربهم من بعض شوية. شوية كده و خلاص كفاية كده. طيب وبعد كده هروح هروح عاملاهم عاملة لكم كوبي اهو اهو و اوكي وعلى طول هعمل اتاتش اهو بقوم حاجة واحدة. بعدين اخر حاجة اعملها هعمل vertex control A عشان اسلكت كل ال vertex و بعدين هقول له break break اهي وبعد كده هروح احط لهم ال garment maker اللي هو اهو تمام. هزود شوية ال density شوية وبعدين هروح المفروض أعمل ايه بعد كده؟ المفروض اني اعمل ال body اللي هتحط عليه ال t-shirt ده بإني اروح هنا اعمل box box كده هحركه شوية كده بعدين هقسم اقسم البوكس ده هزود له ال segment شوية كده كفاية تمام. بعدين هحوله ل editable poly وهبدأ افتح واخد من ال edge وهنقل دول فوق شوية عشان أبدأ بعد كده أعمل Alt W وهروح أعمل F4 عشان أبقى شايفة ال Vertex بتاعتي وأروح هنا
انا عايزه البوليزم، تمام، وهبدأ لونه بشع بصراحة، انا عايزه اغيره حاجة شبه الايه الاسم شوية. عشان نشيل الحاجات اللي مالهاش لازمة، هنبدأ نسلكت ال vertex اللي احنا sorry ال segments اللي احنا عايزينها عشان نعملها extrude. تمام، ودي برضه نعملها extrude فوق ونعمل زر اوبس عشان نشوف كل حاجة، وبعدين هنعمل turbo smooth تي دي turbo smooth، ونزود ال saturation شوية، وبعدين هنروح نشوف هنا في ال front عشان نظبط الدنيا على بعضيها. هنلاقي ان احنا محتاجين نقلل عرضه شوية، نصغر كده حتى، تمام اهو، تمام كده خلاص. طيب هنعمل ايه بقى؟ عايزين نبدأ بقى نخلص الكلام ده في بعضيه، بس لما نجيب الحاجات في اماكنها. هنروح بقى هنا، هنبدأ نحرك، طبعا هنا نختار element اهو واحد بس من هنا، انا كده ان هو panel دلوقتي هنا، ان انا امسك البانل الاولاني دي لان دي اسمها panel دلوقتي، بقى اسمها panel، وهبدأ احركها اوديها الناحية دي اهو كده، هبتدي احاول اظبطهم بالظبط. طبعا مش هقدر اشوف غير لما اكبر الدنيا كده اتظبطت ولا ايه، لسه مش بعض كويس اهو كده اهو بعض. وبعدين انا لازم يتلف بقى عشان يبقى كله الوش والظهر زي بعض، لازم هنا اعمل دول ديجري 90 درجة عشان يلف بس على مرتين و كده وكده. اوبس كده كده بس كده، تمام. وبعدين خلاص هخرج منه، وبعدين هروح هنا بقى اشدها في النص شوية اهو خلاص. دلوقتي بقى هما الاثنين زي ما احنا شايفين كده في وش بعض، يعني انا عايز اعمل اف 4 دلوقتي شيرت هنا اهو، ادي لونه لبني من هنا ومن هنا لونه اسود، يبقى دوت لازم يتقلب، دي لازم تتقلب، يبقى انا كده ما دورتهاش كويس، يبقى دي عايزة تلف. انا لفيت واحدة وواحدة، عايزة تلف هي كمان عشان تبقى بره القماش للناحية الصح، يبقى انا هبدأ الفها دلوقتي اهي، هنعمل دي ألفها كده خلاص لفت أهي كده بقى اللبني أهو لبره أهو، تمام أوكي. طيب هعمل إيه بقى؟ أنا همسك كده وهبدأ أقول له خيط لي بقى الكلام ده في بعض. بيتخيط إزاي؟ بروح هنا بقول له create scene اهو، وبعمل لسه ما عملتش سيلكت على السكين اساسا، ثواني كده هو ليه شكله غريب، هو ليه في الفيو بورت ده باين ايه ده،
في حاجة تتوقف. ايه ده؟ واضح ان في حاجة غلط حصلت. يا ربي، لا ده حاجة عامل لي سين. طب ليه كده؟ لا في حاجة غريبة. خلاص انا فهمت. تمام كده. ده عايزة كده. اهو اعمل تاني، معلش هنعمل لف دي تاني عشان اهي. لا دي اللي مش ملفوف، هنلفها تاني كده 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 خلاص. بعدين هنروح هنا على السين، نقرب بقى كده اهو. السيم اللي هو ايه؟ اللي هو حد طرف القماش، الطرف اللي بيتخيط منه. هنعمل كنترول وناخد دي ونعمل له كده اهو، كرييت سيم. كرييت سيم عمل ايه؟ عمل غرز ما بين الاثنين، بس المشكله ان انا الغرز عندي ملفوفه يعني مبرومه. ليه؟ لان انا لفيت الحاجات كانت يعني كلها باصه في اتجاه واحد، انا خليت حد قدام وحد ورا. عشان اظبط الخطوط دي بعمل له ريفرس سيم، هيروح فارد لي الايه الخيوط اهي. طيب اجي اعمل هنا اقول له برضو السيم ده، اعمل كليك كده وبعدين كنترول وكليك على الثاني، واهم هلاقيهم احمروا الاثنين اهمت، اقول له كرييت سيم بقى معدول، لان انا طالما عدلت جنب يبقى الجناب الثانيه هتتعدل من نفسها. وبعدين لان انا عامله بريك، لو انا كنت قلت له لو عملت سيلكت على السين، لو هو مش معمول له بريك كان هيختار لي كل الحرف بتاع القماش كله داير ما يزور، انما لان انا قسمت القماش وعملت لها بريك فانا كده ممكن اختار كل حته واحده. اختار دي، اختار الحته اللي في الجنب دلوقتي. ما احنا هنشوف دلوقتي، انا هعمل خياطه بقى ما بين الجنبين دول. ادي عايزه ايه؟ افرس الزاويه مظبوطه كده. ادي ده اهو الجنب ده مع كنترول، والجنب ده المفروض هما دلوقتي كلهم سيلكتد. اقول له كرييت سي اهو، ادي خيوطه اهي اتعملت في الجنب. وبعدين من الناحيه الثانيه برضو هاخد افرس ادي كده وكنترول واقول له كرييت سي. وبقى دلوقتي خلاص، دلوقتي كله في خياطه داير ما يدور. طيب في حاجه مهمه بقى لازم اعملها قبل ما ايه اروح احط لها الكلوز موديفاير وابدا اشد الحاجات دي على بعضها. لازم اقول له ان لازم القوه او السيوينج، سيوينج اللي هي الخياطه، السيوينج ستيفنس قوه الخياطه تبقى قويه كفايه انها تشد لي الخيط ده في بعضه. فهي هنا 50 غالبا 50 دي بتبقى مش كفايه، فانا بخليها لمثلا 1000 مثلا. تمام. وبعدين بروح رايحه بقى حاطه فوق هنا، حاطه الكلوز موديفاير بتاعي وابدا اقول له سيميوليت بالدمبت، وهبدا اعمل له السيميوليشن. فهيبدا انا عملت سيميوليشن من غير ما اعمل له بروبرتيز اصلا، سوري يا جماعه. بعمل بروبرتيز اهو، هنا الريكتانجل ده هو الكلوز. وبعدين اقول اد اوبجكت، البوكس ده هو الكولاجين اوبجكت بتاعي، واقول له اوكي. هنا بقى اقدر اعمل السيميليت اهو، هيبدا يحصل ايه اللي انتوا شايفينه؟ بيبدا يشد الخيط اهو، شد الخيط ورخى التيشيرت على الجسم، او هيبدا التيشيرت دلوقتي يرتفع الجسم كمان، مش مجرد بس ان انا بخيط، لا ده التيشيرت بيبدا يرتخي على الجسم اللي انا عاملاه ده اهو. لو انتوا شايفين من هنا من فوق
هتلاقوا ان هو بيبدأ واحدة واحدة ياخد شكل الجسم اللي انا عاملاه. تمام كده اهو. شايفين بدأ ياخد شكل الايه الجسم ويرتخي عليه. طبعا على فكره الستفنس بتاع الخياطه واضح ان هو ما كانش كفايه، ما شدش الخياطه للاخر، فاحنا بنقعد نجرب لغايه لما نعرف القوه بتاعه الخياطه المطلوبه عشان تشد قطعتين القماش في بعض. هي من الجنب كانت كافيه، بس واضح انها من هنا ما كانتش كافيه، كانت 1000 قطعه اللي احنا عملناهم دول. تمام اهو، واضح كده. طبعا احنا وقتنا تقريبا خلص، وانا لسه عايزه اكمل معاكم كمان في الموديفاير ده، لان في حاجات فيها كشكشه وستاير وحاجات كده، فكان يعني كان عندي امل ان دي تبقى اخر محاضره في الموديلنج، بس واضح ان احنا هنحتاج محاضرة تانية اخيرة. الدنيا مفهومة لغاية دلوقتي؟ الكلوز موديفاير مفهوم لغاية دلوقتي؟ انا عارفة ان في كلام كتير وفي رغي وقصص، بس يعني هيفرق قد ايه معاكم الموديفاير ده لو احنا اشتغلنا عليه كويس. تمام كده؟ طيب انا هقفل السكرين شير علشان الناس اللي ما غيرتش اساميها والغياب اللي اتاخد والكلام ده كله، وهزود لكم المحاضره حبه اهو، مثلا ايه 10 مينت كفايه. اوكي طيب، حد عايز يسال اي حاجه قبل ما امشي؟ باي ذا واي، المحاضره بتاعت الفريلانسر اتاجلت للخميس اللي جاي، لان ما كانش اتعمل عنها اي نوتيفيكيشن خالص، ف بس مش عارفه كان يعني ناس ناسيه او مش فاضيه او كده، فتم تأجيلها للخميس الجاي ل 8، الخميس مش اللي بكره، الخميس اللي بعده بمشيئة الله تعالى. تمام كده؟ أي سؤال؟ مكتبة للمجسمات نعدل عليها. هو في حاجة مهمة عايزة أقولها لكم يا جماعة، أي حد بينزل حاجة موديل 3 على الإنترنت بتنزل لكم إنها editable fully. يعني إيه؟ يعني بتنزل لكم متقفلة، يعني معمول collapsing للستاك بتاع الموديفايرز، ما بتبقاش نازله لك بقى ان دي كانت كذا وبعدين حطلها موديفاير كذا، لا بيكون قافل لك الستاك علشان كذا سبب، عشان ما تعرفش كويس انت الشغل ده اتعمل ازاي، ثانيا عشان يبقى الفايل صغير. اي سؤال؟ المحاضرات كلها موجودة، أنا حطيت ال أهو دوت ال اللينك بتاعت ال 3 Max Channel اللي تبع ملتقى الدارين، فيها المحاضرات من أول محاضرة لغاية المحاضرة اللي فاتت. تمام كده؟ بس يا ريت تغير اسمك، كل الجست من فضلكم تغيروا أساميكم وتاخدوا ثاني اللي هتحضروا بيها. اي سؤال؟ خلاص يبقى احنا ان شاء الله هنلتقي احمد ان شاء الله هنلتقي يوم الاثنين برضو في الجيار، معلش انا اسفه. لا الفريلانسر اتأجلت لأن ما عملوش عنها أي إعلانات خالص، يعني أنا يعني فوجئت إن مفيش حد، مفيش كأنها مش محطوطة، فالناس ما كانتش تعرف، فتم تأجيلها علشان يلحقوا يعملوا النوتيفيكيشن، يا ريت من بدري علشان ناس كتيرة جدا كانت طلباها مني في خلال الشهور اللي فاتت دي،
فلو اتعملت والناس ما حضرتش يعني ممكن الناس تتضايق يعني، محطوطة في الجدول بس مش معمول لها أي إعلان. مين بيدخل يبص في الجدول؟ الناس كلها بتستنى ان يتحط لها نوتيفيكيشن عندها في الفيسبوك صفحتها. فهو استاذ مجدي قال لي ان شاء الله هيعملوا نوتيفيكيشنز خلال اسبوع، وهتبقى بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الجاي اللي هو مش بكره، اللي بعده. طيب ممكن الدعم الفني يساعد جست 95 ان هو يغير اسمه ويبقى الناس تاخد الغياب، وانا اسفكم بقى واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.